بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق وإمام النبيين وبعد، فإنه قد ورد إلينا سؤال من أخ كريم يقول: هل يشترط في الأضحية الذكورة؟ نقول وبالله التوفيق أنه يجوز التضحية سواء كانت الذبيحة ذكر أو أنثى، وإن كثر نزوان الذكر وولادة الأنثى، أي أن كثرة نزوان الذكر أو كثرة ولادة الأنثى لا تكون سببا في عدم إجزاء الأضحية، فالأضحية جائزة على أي حال بالنسبة للذكورة والأنوثة، فكلاهما صحيح ويجزئ عن صاحبه إن شاء الله. وإن كانت التضحية بالذكر أفضل على الأصح المنصوص، لأن لحمه أطيب، كذا قال الإمام الرافعي رحمه الله. ولكن نقل في المجموع في باب الهدي عن الشافعي رحمه الله أن الأنثى أحسن من الذكر لأنها أرطب لحما، ولم يحكي غيره. ولكن يمكن حمل الأول، أي أن الذكر أفضل إذا لم يكثر نزوانه، ويمكن أن نقول أن الثاني أفضل وهو الأنثى إذا كثر نزوان الذكر. طيب، بالنسبة للخنثى، إذا وجدنا ذبيحة خنثى، هل هذه الخنثى تجزئ في الأضحية أم لا تجزئ في الأضحية؟ نقول وبالله التوفيق أن الخنثى تجزئ أيضا في الأضحية، والأضحية بها صحيحة، لأنها على كل أحوالها إما أن تكون ذكرا أو أنثى، وكلاهما يجزئ، وليس فيه، أي في هذه الخنثى، ما ينقص اللحم. والقياس على ما قاله الإمام الرافعي تفضيل الذكر عليه لاحتمال الأنوثة، وتفضيله على الأنثى لاحتمال الذكورة، والله سبحانه وتعالى أعلم.